مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هلنا ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة ديال اهم مرحلة اللي يمكن التي يمكن البدء بمشروع الارانب. كما كتعرفوا باللي هاد الفترة ديال الصيف شحال من واحد يعني كيكون في عطلة وكيبغي يدير مثل هاد المشاريع، ولكن إذا بغينا نهضروا على هذا الموضوع ونفكروا فيه بذكاء غادي نلقاو بان كاين واحد الفرق ما بين الارانب اللي ممكن اننا نشريهم في فصل الصيف وارانب اللي ممكن نشريهم في فصل الجو بارد، يعني فصل الشتاء. كما كتشوفوا معايا هاد الارانب هادو يعني كيفاش ممكن اننا نعيشوهم بلا ما يتاثروا، وهي كميات الاكل ما كيبقاوش ياكلوا بزاف. إذا بغيتهم يعيشوا ما خصكمش تعطيهم، ولا لاحظتوا ان اي مربي غادي يلاحظ ان الارانب ديالو في هذه الفتره ديال المرحله ديال يعني الصيف الارانب ديالو كيبقاو ما كيجيبوش الميزان دغيا. شنو كيوقع لهم؟ انهم ما كياكلوش مزيان. ملي ما كياكلوش مزيان اذا كانوا تولدوا مثلا في اواخر يعني في البدايه ديال عفوا البدايه ديال الصيف، شنو كيوقع؟ ملي كيبداو يسخن عليهم الحال ما كيكتسبوش ديك المناعه القويه، يعني المناعه وهي خصهم يكونوا يرضعوا مزيان من مهم اول حاجه، وخصهم التغذيه الجيده. بالنسبه لهذه الفتره هذه ما كيتغداوش مزيان، بحال كيشربوا من مهم شويه، وكتكون حتى الام ديالهم كتكون يعني متوتره فصل الصيف، ما كتبقى تبعدهم عليها ما كتخليهمش يرضعوا منها. اصلا كيوقع انه ما كيكونش عندهم مناعه، وهذا الموضوع كامل يعني انا بحال اللي درت بديت من الاخير من الاخير ديال 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 الموضوع. علاش؟ لان الحقيقه اذا بغيتوا تبداو المشروع ديالكم خليوا هذه الفتره ديال الصيف تفوت. علاش؟ لان هذوك الارانب اللي غادي تشريهم ما كيكونوش مكتسبين مناعه قويه اللي غادي تجعلهم انهم غادي يصبروا معاكم وغادي يطولوا معاكم. يعني حاولوا انكم بغيتوا تبداو يعني تبداو المشروع ديالكم، حاولوا انكم تبداوه في الفتره ديال الشتاء او الربيع او الخريف. المهم هذاك الوقيته هذه كيكون فيها الارنب يعني يعني كاسب واحد المناعه قويه، وممكن انه يعيش معك لا بالنسبه للذكر ولا الانثى. الانثى كتكون عندها واحد المناعه ممكن انها كتولي كتعطيك الانتاج مزيان، كتولي ما كترميش يعني الصغار ديالها قبل من الوقت، ما كتاكلش الصغار ديالها، كتكون يعني كابره بطريقه عاديه وطبيعيه. بالنسبه للذكر كذلك، الذكر كيكون يعني دوز الفتره ديال 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 البلوغ ديالو، كيكون حتى هو قوي البنيه، وكيساعدك انه يعطي واحد كيولي ذكر فحل. يعني الا مشيتو شريتو شي ذكر مولود في فصل الصيف غادي تلاحظوا انه خدام معكم ولكن ضعيف، ما كيلقحش بزاف المرات، ما التلقيح ديالو فيه شي حاجه ماشي هي هذيك. وبالنسبه للصغار ديال الارانب حتى هما كذلك ما تشريهمش في هذه الوقيته هذه. علاش؟ لان المناعه ديالهم ما كتكونش هي هذيك، حتى البنيه ديالهم ما كتكونش هي هذيك، يكون عندهم احنا كنقولوا الكاركاس ديالهم يعني الهيكل ديالو كيكون ضعيف. واخا كتعطيه الماكله واخا كتعطيه ما كيجيش معاك الميزان. يعني الناس اللي بغاو عاوتاني يبداو مشروع ويشريو ارانب صغيره ويعاودوا فيها البيع كذلك ما خداماش، واخا غادي يبقاو يعلفوا ما غاديش يعطيهم ديك الميزان المرضي اللي هما باغين. اذا هذا الموضوع راه مهم ومهم بزاف. حاولوا انكم ملي تبغوا تقداو الارانب والناس اللي بغاو يبداو المشروع ديالهم البدء، حاولوا انكم تصبروا، ماشي هذه هي وقيته ديال 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 التربيه. وكذلك حتى الناس اللي دايرين يعني عشاء مثلا فوق السطح ولا دايرين شي مكان اللي هو سخون بزاف، غادي يلاحظوا ان الارانب ديالهم كيصيبهم داك الاحتباس الحراري.
احتباس حراري وهو ان ماشي هو نقولوا الشمس المباشره، ولكن الاحتباس الحراري وهو الكميات ديال الاكل. الكميات ديال الاكل خصكم تتعاملوا معها معهم بواحد الطريقه بواحد الذكاء. الا بقيتوا كتعطيهم غير يعني الامور واخدينها غير هكا كتعطيهم الاكل باش زعما باش يسمانوا باش تبيعوهم دغيا، لا ما غاديش يخدموا معاكم، غادي يصيبهم احتباس حراري وكيبداو يموتوا لا قدر الله. شنو غادي ديروا في هاد يعني التعامل ديال هاد الفتره هذه بما تفوت؟ حاولوا انكم خليو غير بما يبرد الحال، بغيتوا تشريو الارانب ديالكم لا الصغار ولا الذكور ولا الاناث، حاولوا انكم الى هما كانوا تجاوزوا هذيك الفتره ديال المرحله ديال الصيف، راه تما راه صافي اكتسبوا المناعه وراهم يعني صبروا مع مولاهم، يعني ممكن انكم يعني تربيهم عندكم، ولكن حاولوا انكم تشريو الارانب بعد شهر، خلوا هذه المرحله تفوت، الموجه ديال الحر خلوها تفوت، ومن بعد ان شاء الله غادي يكون الخير. اذا الموضوع ديالنا هو هذا، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، ما تنساوناش زر جيم باش نبقاو نصيفط لكم فيديوهات مثل هاد المواضيع بحال هكا. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه غاديه بالدعم ديالكم، تكيو على زر جيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.